حاليا نسوي الدراج ريس الثالث لسيارات ال 63 في دبي، وطبعا نحن نكسر رقمنا القياسي اللي سويناه السنه اللي طافت. السنه اللي طافت سوينا 40 سياره، وهالسنه نسوي 60 سياره. وطبعا السيارات الموجوده هني هي تقدر تقول الاقوى موجوده في الامارات يمكن في العالم. سيارات ما تشوفها كل يوم موجوده اليوم، وما بتشوف ما بتشوفها مره ثانيه الا الدراج ريس الجاي. نحن سوينا الجروب من بدايه 2010 وسويناه كجهد شخصي انا واثنين من اثنين وياي. فكل فتره وفتره نسوي فعاليات كمسيره، كتجمعات، كفوتوشوت، كريس في ياس، فوتودروم اللي هو. واليوم مثل ما تشوف تجمعات وسباقات ثانيه غير لا، نحن اي شيء نسوي نسويه بروحنا، والناس اللي موجودين كلهم يعني ويانا في الكلوب. يعني انتم منظمين هذه الفعاليه اليوم؟ كل شيء منظمينه.
خبرنا عن فئة سيارتك مرسيدس ام جي 63 باي توربو باي توربو سيلس سيلس خالص. نعم لا هاي شكل برابس وتزويد جي اي دي موتورز جي اي دي موتورز. مبروك المركز الاول. من متى منضم لفريق ام جي 63 دبي؟ صار يمكن سنه تقريبا ويا خالد سنه وشويه. اول مره هاي السنه الثانيه على التوالي تحقق المركز الاول. هاي ثاني ريس يسوونه هني خيبنا الأول. طيب كيف كان مشاركتك اليوم؟ مشاركة كانت جميلة اليوم بشكل عام. بالنسبة لي كان انبسط، أنا مستمتعت بالمشاركة والشباب كمان استمتعوا، كان في تنظيم رائع وكان مشاركة جيدة بشكل عام. تحدثنا شوي عن سيارتك، أي فئة وشو التعديلات اللي عليها؟ أوكي، هاي طبعا SL 65 Black Series 2009 من فئة السيريز الأسهل الجديد مو بالحالية، لكن هاي الليمتد سيريز هو top of the line. Only 350 cars made. 670 horsepower V12 bi-turbo. Car is a rocket, but not from 0 to 100. After 100, it will be like a rocket. Yeah. طبعاً نحن حالياً نعتبر أكبر جروب 63 في العالم، لأن عندنا 450 منبر كله عندهم 63 كمينيمم في العالم، وما في جروب ثاني يسوى هالشيء. فيعني نحن كحسبة تقريبية حسبنا السعر للجروب بدون أرقام السيارة بدون التزويدات تقريبا 256 مليون درهم. طب شو المشروع القادم الحين؟ شو الفعالية القادمة؟ أنا والله أفكر أسوي إنجاز عن إنجاز، ولما أطوف إن شاء الله 500 منبر أفكر أسوي فعاليات ذو مستوى أكبر، ممكن ندخل سيارات ذو مستوى أكبر بعد، وإن شاء الله إن شاء الله لو وصلنا فوق أنا حلمي 1000 منبر. أنا لما حصل 1000 منبر وياي أنا من هناك بطلع برا بسويها برا. سيارتي حاليا الأقوى في فئتها الأقوى في الإمارات، يعني الأقوى في الإمارات تقدر تقول كفاءة إي كلاس. وبمجرد أني أنا أدخل إي كلاس في الحلبة كل اللي عندهم إي كلاس شو بيستوي بيطلعون، فأنا أبغي الأعداد تزيد داخل ما أبغي الأعداد تقل، فأنا أحاول قد ما أقدر أن أخليهم كداخل أكثر. يعني طبعا في سيارات سي كلاس لو اليوم شاركت كنت بتشوف كل السي كلاس اللي داخل مو موجودة، بس نحن في سيارات تعمدنا ما نجيبها عشان نشوف الحضور. طيب سيارتك بتحب تحكينا عنها شيء؟ حكيت اقوى سيارة بالامارات اقوى اي كلاس، ما بتحكينا قوة السيارة؟ ما تقدر تصرح. والله دعمنا احنا كان مع الجروب من سنة 2012 يوم بدينا معهم الجروب في تنظيم فعالية العيد الوطني 40، وكان الجماعة يعني تواصلوا معنا ان عندهم جروب معين ويحبوا يحصلوا على سبورت من الوكالة وانه يكون دعم باسم الشركة، وبحكم انهم يستخدمون بس سيارات المرسيدس والاي ام جي، وكان اول دعم لنا لهم اللي هو في العيد الوطني 40، وكان دعم من الوكالة باسم شارع قرقاش، وكان تنظيم ممتاز من الطرفين، و يعني ما توقعنا الايفنت او المسيرة تكون بالجودة هذه او بالقوة هذه، وعلى ضوها احنا مكملين معاهم. يعني انت عندك سيارة فيها اكثر من 600 حصان 700 حصان 500 حصان، ما في طريق عندك في الدولة تقدر يعني تستمتع بالحصانة هذه الا في الاماكن الرسمية او شوف ما دام انه هو بعيد عن الناس وبعيد عن الممتلكات وبعيد عن المخاطر للغير، اماكن مخصصه للشغلات هذه، هذا اللي هو الغرض من السباق، الحفاظ على سلامتهم، وفي نفس الوقت السيارات مثل هذه تقدر تستخدمها في اماكن الصح.
Continental, as a German tyre manufacturer, have a very long and strong association with AMG and Mercedes. So we're standard fit, we're original equipment on all AMG cars when they leave the factory. And it's really a partnership between AMG and Continental to develop tyres specifically for AMG cars, to make sure that the power and handling of an AMG car is transmitted to the road. So what's the new product for Continental? What new product at the moment is the Continental Sport Contact 5P. This is one. This is the latest generation of tyre that we're offering. It uses very advanced technology, so we use a racing grade of carbon black in the compound to give maximum grip, and we're even using now nanotechnology to maximise the footprint of the tyre to make sure there's the most amount of grip, a lot of direct linear sort of steering input as well, so that for a real driver, this is the tyre to put on a performance car. Thank you, Mr. Jensen. Thank you very much. طبعا وصلنا مع بعض لنهاية فعالية AMG Club Dubai. كانت فعالية جدا رائعة. استمتعنا بأصوات محركات AMG لأقصى درجة. انتهت بفوز محمد سيف سائق CLS. شفنا CLS عليها كت برابوس. انتهت الفعالية بحفل توزيع الجوائز وكان في وجبة عشاء لكل الحضور والمتسابقين. كانت فعالية رائعة. تابعوا موقعنا سبيد باستمرار. تشوف كل جديد في عالم السيارات. حياكم الله.